مرحبا. جولة بداية الأسبوع بلشت هلأ على شاشة سماء الفضائية وحاملة مع أكثر الأخبار يلي كانوا تريند بأيام الويكند على وسائل التواصل المختلفة. والبداية مثل العادة بالعناوين. الانطلاقة من عند المثير للجدل دائما محمد رمضان، ولكن هي المرة كان مثير للسخرية، وأغنية الفيل بابار عملت أزمة بتونس. أما إنستغرام فعم بيحضر لجديده، لهيك خلونا نبدأ فوراً أول خبر وأول لوجين على فيسبوك. محمد رمضان أثار الكثير من النقاشات سابقاً على مواقع التواصل بسبب حرصه على نشر مظاهر حياته البازخة مثل ما تم وصفه، وعلى ما يبدو ما عم بيكل ولا عم بيمل من هالموضوع. وهي المرة أثارت صورة نشر رمضان الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من بعد ما ظهر هو بطيارة خاصة وجنبه مبالغ كبيرة من الدولارات. ردود أفعال كثيرة للأمانة على هي الصورة، ومنهم كانت الفنان المصري خالد سرحان يلي نشر على حسابه الخاص على فيسبوك صورة لإله ظهر فيها راكب ميكروباص بمقاعد مخزقة وجنبه شوية أوراق قليلة من الجنيهات متناثرة على المقعد. وبالوقت يلي بدأ على رمضان أو بدأ بصورة الدولارات بحياة الرفاهية وعدم المبالاة، ظهر سرحان بلقطته الساخرة بملابس بسيطة وملامح بائسة على وجهه. رمضان من بعد تعرضه للانتقادات الحادة من قبل رواد السوشيال ميديا من طرف، وبعض الإعلاميين من طرف آخر حذفوا الصورة من حساباته من بعد نشرها بساعات قليلة. طبعا كومنت كتيرة سلبية اجت، منا قال انه رمضان محتف النعمة، ومنا قال انه عم يتقصد يعمل هاي التصرفات بس كرمال يكون تريند، والبعض كان حرفيا عم يتمسخر، خصوصا انه هي مو المرة الاولى لمحمد يلي بيشغل الرأي العام باظهار ثروته وبزخه، وخصوصا كمان من بعد ما ظهر بفيديوهات سابقا عم بيورجي معجونه اسنان الذهب وممتلكاته الذهبية، وايضا عم يرمي المصاري بحوض الحمام ليتفاجأ بهجوم شديد عليه مو بس من الجمهور ولكن ايضا من بعض زملائه بالوسط الفني. يعني غالباً رمضان لاحظ مؤخراً أنه تصرفاته هاي عم بتعرضه لانتقادات كتيرة، فحذف آخر صورة لإله على أمل من رواد السوشيال ميديا أنه يوقف عن نشر هيك مظاهر حياة كلاتها ترف وبذخ، بوقت أغلب سكان مصر وتقريباً نسبة 30% من المصريين عم بيعانوا من فقر شديد حسب دراسات. تاني أخبار جولة اليوم وتاني لوجين على تويتر. مين مننا ما بيعرف أغنية الفيل بابار أو تابعناها يمكن وقت كنا صغار؟ الأغنية برأيي كتار مهضومة وحلوة، وحلو أيضا أنه يتاخد لحنة لحتى ينعمل عليه كلمات تانية تماما مثل ما تصرفوا بعض الشباب التونسيين. فتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاث شباب وعم يمرق عم بنشوفه حاليا عم بيغنوا أغنية على إيقاع لحن بابار فيل، ليتم توقيف شابين منهم من بعد صدور أمر تتبع بحقهم. هلأ السؤال إنه ليه تم إيقافهم؟ الشباب استبدلوا ببساطة كلمات الأغنية بكلمات ساخرة بتحكي عن تعاطي أعوان الأمن مع مستهلكي المخدرات، وأثارت هي الحادثة استياء نشطاء السوشيال ميديا، واعتبر بعضهم أنه تونس صارت سجن كبير، الكل فيها بحالة إطلاق سراح مؤقت، والكل أيضا بحالة إيقاف وموت وغرق ويأس مع تأجيل التنفيذ. طبعا انتفاضة كتير كبيرة من رواد السوشيال ميديا وهاشتاغات عديدة تحت عنوان سيبوا الشباب. وصلت هي الهاشتاغات لمؤسسات الدولة ومنهم اتحاد الطلبة يلي ندد بإيقاف الشباب وطلب الإفراج عنهم. والقصة أيضا وصلت للرئيس يلي كمان أدان الاعتقال وأكد عدم وجود أي مبرر لاعتقال هالشباب، وأيضا طلب من القضاء أنه ما يكون في أي نوع من أنواع الظلم. مو بس هيك، منظمات حقوقية دخلت لإطلاق سراح هدول الشباب، أما محاميتهم فقالت إنه كلمات الأغنية هي عادية جدا ما بتحتوي أي كلام بذيء أو توصيف سيء، وأنه الطالبين تم إيقافهم لأنهم مارسوا الفن وعبروا عن رأيهم فقط لا غير. طبعا الطلاب كانوا عم بيقدموا امتحانات، واتحاد الطلبة اليوم أجل هي الامتحانات وحدد لهم جلسة لحتى ما يروح عليهم مواد. آخر أخبار جولة اليوم وآخر لوجين على إنستغرام. إنستغرام كان عم يختبر ميزة جديدة بتتيح للمستخدمين التعليق على المنشورات
عبر صور متحركة أو صور GIF، وبيقدروا يدوروا عن هي الصور ويسحبوها لحتى يتم إعادة نشرها كرد بقسم الكومنت. الميزة كانت متاحة لعدد قليل من المستخدمين كنسخة تجريبية، ولكن حالياً صارت متاحة لكل مستخدمي إنستغرام. وإذا بنحكي عن طريقة استخدامها فكتير سهل، مطرح ما بنكتب الكومنت الخاص فينا، كلياتنا بنعرف طبعاً شلون وكيف، ممكن نطلع على اليمين في خيار الإيموجيز ونرد فيها حالياً، وبنفس المكان بس على الشمال صار متاح خيار الصور المتحركة ببساطة، فبنضغط عليه ومنعمل إرسال وهيك الكومنت بيكون وصل. الإعلان عن الميزة الجديدة إجا على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، فوضح أن هي الخاصية بتتيح للمستخدمين التعليق على منشور معدد أو منشور معين والرد على تعليقه باستخدام صور GIF المتحركة. وأيضا قال أن التطبيق عم يختبر حاليا إضافة كلمات الأغاني لمقاطع الفيديو أو الريلز، ووعد كل المستخدمين بتطور قادم وقصص جديدة بتخدمهم على هالأبليكيشن. مع الخبر منكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص اللي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينس اللي عم بيشوفوه على السوشيال ميديا ببساطة، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سما على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتتركوا لنا كل الكومنتس وحتى اللينكات والقصص والفيديوز اللي حابين نحكي فيها وعنا. أنا برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.